بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وسرور. أحييكم وأرحب بكم في درة ميادين الخليج، ميدان الشحانية، حيث اجتمعت الأقطاب الكبرى، اجتمعت الأسماء الرنانة والشعارات العملاقة في مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وفي مساء يوم السبت 11 من شهر مارس لعام 2023، لنرحب بكل الحاضرين، حيث ترحيبنا بالمتابعين عبر القنوات الناقلة لهذه الانطلاقة. انطلق الشوط 12 المخصص لسن الثنايا ولفئة القعدان، ومن المسافة التي تنطلق بقوة 8 كيلومترات، لنرحب بالشعارات الحاضرة، شعارات أبناء القبائل الباحثة عن السيارة، الباحثة عن ناموس في هذا المهرجان. أبدأ بداية مع من يحتل المركز الأول لأتابع الحذر، يتقدم لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان، يتقدم هذا البطل صاحب الإنجازات وراعي العوايد، يتقدم مع مقدمة الشوط المركز الثاني. أتابع العديد لقانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يقدم العديد، أما المركز الثالث فأتابع الحضور في هذه الأثناء من قبل السلع علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي، يتقدم شعار عالية خاطفة شلفة لعمانيات في هذه الأمسية، ليقدم لنا السلع ثالثا. أما المركز الرابع فحضر رعد عاطف بن عطية بن حسن القرشي، يقدم لنا شعاره بتحركات وانطلاقة رعد القادم بكل قوة إلى المركز الرابع ويسير نحو المركز الثالث. أما المركز الخامس فأتابع النادر لصالح بن سعيد بن صالح بن سعيد القريصي. هكذا متابعينا في كل مكان، أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، أينما كنتم، نداءنا الأول لهذه الأسماء، لهؤلاء العبارقة، لهؤلاء الكبار في هذا الشوط، ولهؤلاء العباقرة المتواجدين والمنطلقين في هذا المسار. المركز الأول أتابع السلع لعلي بن محمد بن حماد الشامسي، يتقدم وكذلك أتابع الانطلاقة في هذه الأثناء من قبل من يتقدم مع مقدمة الشوط، من قبل القائد لهذا المسار مع بداية هذا الشوط مع مقدمة الشوط، هنالك الحذر وشعار بن رشدان. أما المركز الثالث فأتابع في هذه الأثناء رعد ينطلق هنالك لعاطف بن عطية بن حسن، هنالك القرشي يقدم لنا رعد من ياتي رابعا، بينما أتابع التسلل من قبل شعار القريصي، وأتابع كذلك الحضور من قبل العديد لقانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يقدم لنا شعاره من يتقدم نحو المركز الثالث. هكذا للمرة الثانية نداءنا لهذه الأسماء ولهذه الشعارات على أرضية ميدان الشحانية الباحثة عن السيارة. وأتابع التقدم في هذه اللحظات من قبل السلع، من يتقدم مع مقدمة الشوط لعلي بن محمد بن حماد الشامسي، يقدم السلع قائدا لهذا المسار متحكم بقبضة الصدارة. المركز الثاني أتابع الانطلاقة من قبل رعد لعاطف بن عطية، القرشي يتقدمون أبناء المملكة، يتحركون نحو المركز الثاني، بينما العديد وشعار بن ربيعة الكواري يتقدم في هذه الأثناء
حارسنا يتحرك خطوة بخطوة ينطلق نحو المركز الثاني المركز الرابع وتابع الانطلاقة من قبل الحذر لسعيد بن عبيد بن سعيد بالرشدان يقدم الحذر يتحرك الحذر بكل حذر يا بالرشدان تقدمت الأسماء القادمة وتابع التقدم في هذه الأثناء وأشاهد الحضور من قبل صايب مطر بن جمعة بن مصبح بن مطر الخيل يقدم لنا شعاره وكذلك تحرك الفاتن وصل شعار الصعاق وصل هذا الشعار بإنجازاته رمزين في هذا المهرجان يقدم لنا الفاتن في هذه اللحظات وما زال السلع يتصدر هذه القائمة يتحرك مع مقدمة الشوط يتحرك بكل متانة يتقدم بكل شراسة ينطلق بكل صرامة قائدا لهذه المسيرة متحكم بقبضة الصدارة هنالك مع شعار بن حماد الشامسي يتقدم الأسماء المركز الثاني وتابع الحضور والانطلاق من قبل العديد لقانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يتقدم ليقدم العديد من يتحرك العديد في هذه الأثناء ويتقدم إلى المركز الثاني المركز الثالث وتابع الحذر في هذه اللحظات وسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان يقدم الحذر يقدم هذا البطل في هذه اللحظات يتحرك نحو المركز الثالث المركز الرابع وتابع رعد لعاطف بن عطية بن حسن القرشي يقدم لنا رعد والفاتن يصل في هذه اللحظات ويتقدم بشعار سالم بن علي بن متعب الصعاق يقدم لنا شعاره أحد الشعارات الكبرى التي صالت وجالت في ميادين الخليج في هذا الموسم وحصد الرموز ويتقدم به بالفاتن في هذه اللحظات إلى المركز الرابع هكذا هي الأسماء وما زال بن حماد الشامسي هو العنوان الأبرز لهذا الشوط هو المتقدم لهذه الأسماء الحاضرة ولهذه الشعارات الكبرى لقاء ما بين الخبراء ما بين العمالقة هنالك التقدم من الفاتن تحرك سالم بن علي بن متعب الصعاق ليقدم الفاتن تحرك الفاتن يا اخوان وتحرك الصعاق بإنجازاته وكذلك أتابع الانطلاق في هذه الأثناء من قبل الحاضر والمنطلق وصل هنالك نايف الدحباب بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري يا لقوة الأسماء يا للنجومية الحاضرة من قبل الأسماء الحاضرة كلهم نجوم كلهم عمالقة كلهم أبدعوا وأمتعوا كلهم حصدوا الرموز وتميزوا في كل مهرجان والحذر بالرشدان يتقدم من المركز الرابع يتحرك نحو المركز الثالث السيارة لمن من هذه الأسماء بن كليف يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا حساس عبد العزيز بن سيف بن كليف يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الرابع المركز الخامس وتابع الفاتن بشعار الصعاق وما زال السلع يتصدر هذه الأسماء يتقدم بكل قوة هنالك مع البداية باحثا عن الأمجاد باحثا عن النواميس والسيارة لمن من هذه الأسماء الدحباب بن قنازل يتقدم يا أخوان فحضر في هذه الأثناء ليقدم لنا نايف باحث عن الموقع النايف في هذا الشوط الدحبة بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري هل يمر على السلع في هذه الأثناء أم يكون للسلع راي آخر في هذا الشوط مع أول المراكز المركز الثالث وتابع الحضور من قبل الحذر لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان وأتابع كذلك في هذه اللحظات الانطلاق من قبل حساس عبد العزيز بن سيفة بن كليب يقدم لنا حساس في هذه الأمتار بينما هنالك الفاتن والصعاق يقدم الفاتن والقرشي يحضر في هذه الأثناء والقريسي يتقدم كذلك
وما زال السلع يتقدم. هذه الأسماء الكبيرة يتحرك السلع والكيلو والخمسمية متر الفاصلة عن الناموس يا بن حماد، عن الناموس يا بن حمرور، عن الناموس يا بن رشدان. تحرك الصعاق في هذه الأثناء وانطلق بن كليب، ووصل كذلك الأسد لعبد المحسن، لعبد الهادي بن محسن الشهواني. وما زالت المعركة يا قوة المعركة يا قوة الصراع. حضر الحذر بإنجازاته، تقدم الحذر لبن رشدان في هذه الأمتار، تقدم الحذر في هذه اللحظات. وكذلك الانطلاق من قبل نايف للدحبة بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري بن حماد الشامسي. والكيلومتر الأخير كيلو الزحمة اللي ما في رحمة، تحرك السلع في هذه الأثناء بن حماد الشامسي. والقريسي انطلق في هذه اللحظات بن نادر صالح بن سعيد القريسي يتقدم. الحذر بن رشدان يتحرك ثالثا، بن كلاب يتقدم بحساس في الأمتار الحساسة، بينما السلع الفاتن فتن الفاتن. وتحرك الصعاق، انطلق الصعاق ما بين الشامسي ما بين الصعاق وما بين الاسم الحاضر هنالك بالأسود العامري. يقدم لنا شعاره يا هي من ملحمة، ملحمة الكبار، معركة العمالقة، بينما السلع بن حماد الشامسي، بن حماد الشامسي والصعاق والعامري، الشامسي والعامري والصعاق. واللحظات الأخيرة انطلق السلع في هذه الأمتار وحلق في ميدان الشحانية يستلب الأنظار وتحتار فيه العقول والأبصار في آخر الأمتار. يا بن حماد سلام يا بن حماد، بينما العامري ما بين الشامسي والعامري، ما بين الشامسي والعامري. اللحظات الأخيرة، اللحظات الكبيرة، السلع 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 يحقق هذا الفوز وهذا الانتصار لعلي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي المركز الثاني. المركز الثاني مهند لسهيل بن سليم بن سالم بن الأسود العامري. المركز الثالث المركز الثالث صايب لمطر بن جمعة الخيلي. المركز الرابع العديد لقالم بن جاسم بن ربيعة الكواري. المركز الخامس الفاتن لسالم بن علي بن متعب الصعاق. هكذا تابعنا وإياكم هذه المعركة، فحضر هنالك السلع ليحقق هذا الفوز لعلي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 39 ثانية 13 جزءا من الثانية، بينما تم مع ثاني المراكز مهند لسهيل بن سليم بن سالم العامري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 39 ثانية 19 جزءا من الثانية. المركز الثالث صايب لمطر بن جمعة الخيل. التوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية 55 جزءا من الثانية.